وللمزيد حول بروتوكول التعاون بين نقابة الصحفيين المصرية ونظيرتها الفلسطينية يطلعنا عليه الزميل رامي محمد. تحياتي لكم ولكل متابعينا من أمام إحدى قاعات نقابة الصحفيين المصرية، حيث تم منذ قليل توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين المصريين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين. هذا البروتوكول يشهد العديد من التعاون الكبير وأيضا تطوير لأوضاع الصحفيين القادمين من غزة وإقامة عدد من لجان التعاون بين مجلسي النقابتين، وأيضا هناك عدد من الإضافات للدورات التدريبية للصحفيين الفلسطينيين وإضافة عدد من جوائز الصحافة أيضا للصحفيين الفلسطينيين، وأيضا العديد من الدعم والتعاون بين النقابتين والصحفيين المصريين والفلسطينيين. هذا ما حدث اليوم داخل نقابة الصحفيين المصرية، وعودة إليكم.